أسعد الله أوقاتكم بالخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة العراقية الرياضية، أرحب بكم أجمل ترحيب وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من بيت الرياضة. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عبر شاشة قناة العراقية الرياضية. في زحمة الحديث عن كرة القدم ومشاكلها ومشاركاتها، تضيع أحيانا الكثير من المشاركات العراقية، لا نعرها اهتمام كبير. لعل واحدة منها آخر مشاركة لمنتخبنا الوطني بألعاب القوى في الدورة العربية لألعاب القوى التي أقيمت في مصر. طبعا العراق احتل المركز الخامس بسبع ميداليات ملونة، ثلاثة منها كانت ذهبية واثنان فضية واثنان برونزية، وجاء بعد منتخبات البحرين، المغرب، مصر، الجزائر، ثم العراق في مشاركة تعد من المشاركات الفاعلة المهمة اللي حققنا فيها هذه الميداليات. طبعا الأبطال الذهب اللي حققونا إياه حسين فلاح بالوثب العالي، ومنتظر فالح بالقفز بالزانة، وأيضا ركضة التتابع 4×400 متر. من المعروف أن عروس الألعاب كانت واحدة من أهم الألعاب المهمة اللي تحظى برعاية واهتمام المسؤولين، نظير قدرتها على تحقيق الأغلى من المعادن النفيسة. نستذكر بفخر باهتمام كبير مشاركاتنا في دورة الألعاب الأسيوية، حفظنا عن ظهر قلب العديد من الأسماء البارزة، فالح ناجي، عباس العيبي، حسن كاظم، طالب فيصل، العديد من الأسماء المهمة اللي طرزت صدورهم بأوسمة الذهب والفخر وحققوا للعراق الشيء الكثير، رفعوا اسم بلدهم وعزف لهم السلام الجمهوري. يعني حتى بخلاف لعبة كرة القدم وهذا الدعم الكبير والاهتمام المالي، حقيقة لم تحقق لبلدنا، لم تحقق للعراق ما حققت إلى ألعاب الساحة وميدان أو كما تسمى ألعاب القوى. اليوم راح نتحدث عن عديد المشاكل اللي تواجه هذه الألعاب، تواجه عروس الألعاب اللي في يوم من الأيام كادت أن تكون عانس، وصلت إلى مرحلة العنوسة دون أن تجد من يتقدم لها لخطبتها أو لزواجها. وبالتأكيد يعني لأهل اللعبة، للمتابعين، للمهتمين، لذوي الشأن، العديد من الملاحظات، العديد من المسائل اللي تعيق تقدم وتطور لعبتهم اليوم البعيدة عن الاهتمام، إن كان حكومي وإن كان مؤسساتي وإن كان حتى على صعيد الإعلام. نقر ونعترف بتقصيرنا اتجاه الألعاب، الفعاليات الأخرى بعيدا عن كرة القدم، الشغل الشاغل للجمهور واللي حتى من أحيانا نتناول محاور بعيدة عن كرة القدم، نجد بأن الجمهور يعزف عن مشاهدة هذه الحلقات أو يعزف عن مشاهدة هذه المحاور اللي تتعرض إلى الرياضة العراقية بعموميتها أو أحيانا بخصوصية. دعوني في البداية أرحب بضيوفي، النجم الدولي السابق، العداء الذهبي، الكابتن عباس العيبي، أحد أبطال ركضة 400 متر، موانع، وهذا العداء أو الحرة، طبعا كان يشارك بركضة التتابع لكن هو كان يحقق الأرقام القياسية والميداليات الذهبية في فعالية 400 متر حرة. العداء الدولي السابق الذهبي عباس العيبي، مساء الخير. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية نشكر قناة الوطن اللي اتاحتها الفرصة للتكلم عن مظلومية الألعاب الفردية بالبلد. نعم. ليس ألعاب الساحة وميدان فقط، وإنما الملاكمة والمصارعة كل الألعاب، باقي اللعبات المظلومية يعني يرثى لها يعني. نعم. أيضا رحبوا معي في هذه الحلقة الأمين المالي لاتحاد ألعاب القوى الدكتور زيدون جواد. مساء الخير دكتور. مساء الخير عليكم وعلى ضيف الكريم الأستاذ عباس العيب العداء الذهبي وعلى جميع المشاهدين وفريق العمل في هذا البرنامج. أهلا وسهلا بك. طبعا أيضا راح ينضم معنا من مدينة البصرة مدرب ألعاب القوى والمدرب مدرب البطل، أيضا البطل الآسيوي برمل القرص، مصطفى داغر، من هناك المدرب هاني عبد وليد. مساء الخير أستاذ هاني. مساء النور سعد حسن، مرحبا بك وضيوفك الكرام عدنان الذهبي، عباس العابي، ومكوك الاتحاد دكتور زيدون. أهلا، شكرا جزيلا للاستضافه. اهلا وسهلا بالمدرب وايضا البطل السابق برمل الرمح بهذه الفعاليه اللي كان احد ابطالها هاني عبد وليد. كابتن عباس، يعني
حدث لي بالبداية عما تعيشه من غصة ومن ألم، وأنت تتحدث عن هذه اللعبة اللي عشت أجمل أيام حياتك وعمرك، وكنت بطل كبير حققت للعراق وحققت لذاتك انتصارات كبيرة، ما يزال الجمهور المحبين لعباس العيب يتذكروها بفخر. الحقيقة هي قحت ألم يعني بالصدر، يعني أنا سأل العصر كنت مع الأخ الدكتور زيدون، يعني سمعت وتألمت كثير. يعني الأخ تحياتي لسعد عبد السادة، يعني ماخذ يعني هاي واحدة من أبسط الأشياء، ماخذ وفد ما يقارب أكثر من 50 شخص على حساب الخاص، شارك بطولة العالم، يعني هاي وين أكو بيبل خاصة؟ ها؟ وين أكو هيك يعني إنسان يدفع من جيبه الخاص يأخذ وفد وجابه أحسن نتائج؟ فهي يعني مو وليد الصدفة، يعني وإنما يعني أنا بالطريقة تكلمت لك. يعني رجعت بعد ما أخذت بطولة آسيا بال 78، كانت بطولة الخليج العربي قيمت في بغداد، فطرحوا الفكرة على أنه نتمرن ملعب الكشافة، فرحت الملعب الكشافة أنا أطلع من وقت يعني فمرتاج على السياج وهذا. إجا واحد قال لي إيش عندك واقف هنا؟ قلت له عندنا تمرين. قال أطلع برا، مع احتراماتي لك يعني كلمة يعني ما تنطق. قلت له عندنا تمرين. قال أطلع برا، راح يجي الوكيل. قلت له أنا أكلم الوزير الوكيل. فقال لي كلمة يعني حزب النفس يعني. فطلعت تمرنت كملت تمرين بملعب الثاني. هذا الكلام وأنت بطل آسيا. أنا بطل آسيا ما أخذ بطولة آسيا. وكان هو وياي رئيس الوفد ورئيس البعثة، قول ميت الله يرحمه، هاشم قدوري وكيل وزير الشباب. فقال لي راح يجي الوكيل. قلت له أنا أحكي وياه. فبعدين طردني، طلعت بالملعب الثاني ورا شوية جو الولد. قلت لك أنا حكيت لك بالطريق. قال لي فمن جيت لقي الصبر، قال لي تعرف العباسي العيبي؟ قال لي أنا أتعرف عليه. فبردني الرجل. بعدين طلع هو بطل السباحة. على يعني اللعبة أو الألعاب الفردية، أو نتحدث عن اليوم ألعاب القوى أو الساحة وميدان، مو اليوم مهمشة حتى في ذلك الزمن. لا قلت لك أستاذ، يعني الألعاب يمكن يشاطرني رأي الدكتور زيدون. يعني هسه أنت رياضي وتعرف وعندك تاريخ وعندك متابعة، يعني ملعب الكرة القدم إيش قد يدخلون به؟ 22 واحد. كلها تدبش بي وتركض بي وترين شوي. أما من يدخل لاعب الساحة وميدان تقيم القيامة. تقيم القيامة عليه. شلون طبيناه؟ طلع برا. زين. أنا أتذكر أستاذ حسن وحدة الحوادث، جابوا سنة من السنين فلاديمير خبير روسي، اشتغلت فيه أنا مساعد مدرب، يدرب شباب. يعني صور يسدون الباب، أصعد أخلي رجلينا أنا وعبره. زين. بعدين تركتها للساحة وميدان. أكو يمكن ذاك يوم طرق الأخ ما أعرف عبود فليفل عبد الرحمن فليفل عبد الرحمن فليفل خل عباسي العيب يرجع يدرب بلعبته. ليش يدرب ساحة يدرب كرة؟ أنا خلي يكون بعلمه. أنا أول ما بديت لعب كرة قدم لعبت ويا قاسم زيوي، لعبت ويا قبل ما يلعب هو، أنا لعب كرة قدم. يعني هاي تحزب النفس، هو ما يعرف تاريخي شنو يحكي عليه. دكتور، مشاركتكم الأخيرة بالبطولة العربية لألعاب القوى، حققتم نتائج كبيرة، 7 ميداليات، 3 منها ذهب، كأنها مرت مرور الكرام. هل بسبب أنه ضعف التغطية الإعلامية المحلية لهكذا بطولات اهتمامها بكرة القدم، أم أن البطولة هي لم تكن مهمة؟ حقيقة ما تفاجئنا إلا بعد عودة المنتخب العراقي من بطولة العربية 21 اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة بمحملين بهذه الميداليات، قلة التسليط الإعلام على هذه النتائج البارزة اللي تعد نتائج متميزة حقيقة، كون المشاركة هي كانت لفئة المتقدمين العموم، وكانت المشاركة قوية جدا في البطولة العربية ولأول مرة تحدث بسبب معاقبة هذه البطولة بعدها هي بطولة آسيا، فكانت الفرق كلها مستعدة للبطولة الآسيوية وكانت مشاركة بالفرق السوبر أو القوية. إضافة إلى بعد في منتصف انطلاق بطولة آسيوية ستنطلق أيضا البطولة الأفريقية، وهذان البطولتان هما استعدادا لبطولة العالم وكذلك تأهيليات لدورة الألعاب الأولمبية، فلذلك كانت البطولة قوية جدا
وما تفاجأنا له مشاركة المنتخب البحريني في الخط الأول وهذا لا يحدث إلا في البطولات الآسيوية والبطولات العالمية إضافة إلى منتخب المغرب ومنتخب الجزائر. مش كانت مشاركة 19 دولة من 22 دولة مفاجأة أن تتصدر البحرين بطولة العرب والبطولة العربية لألعاب القوى ب 15 ميدالية ذهبية. البحرين اللي بيوم من الأيام يعني ما كان لها اسم بوجود العراق. أستاذ حسن ترى رخصة الدكتور يعني 77 شاركنا ببطولة العربية بسوريا. نعم. الإخوان الكويتيين والسعوديين أنا بالذات عباسي العيبي. نعم. يبا بس دششنا وياك. يعني بس دششنا. بس نعم. بس خلي يتأهل. نعم. بس خلي ندخل تصفيات. فأنا شو أسوي أجامل سحبة 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 بعدين أروح. يعني هم من يدخل. واليوم. ما يدخل فاينل. ولا سيمي فاينل. بس يريد يشكل. بس يريد يشكل. هسه يعني. البحرين اليوم. البحرين تتسيد البطولة العربية. نعم. زين حتى أتذكر بطولة الخليج رحنا وراها بهم ب77 أخذنا البطولة مال الخليج زين وركض واحد سعودي سمينا أبو الشاشين هجر حتى ستايله غلط. طيب نعم دكتور حقيقة في منتخب البحريني كان متميز بنتائجه ولكن ليس باللاعبين البحارنة وإنما كان عن طريق اللاعبين المجنسين. نعم. أغلب اللاعبين واللاعبات هم من الفرق من الدول الكينية ودول أفريقيا فلهذا استطاع من تحقيق ميداليات متقدمة وحصد المركز الأول فرقيا في هذه البطولة. نعم. والاعتماد كان بدرجة كبيرة على المجنسين كذلك المنتخب القطر الذي لم يشارك في هذه البطولة لأسباب سياسية. نعم. أيضا لو كان مشارك أيضا كان ممكن التنافس بين القطر والبحرين على المركز الأول والثاني بسبب التجنيس. نعم. كل هذه الأمور ومشاركة فرق المغرب وفرق المغرب العربي استطاع العراق من الحصول على هذه الميداليات بثلاثة ذهب واثنان فضة واثنان برونز هذا إنجاز كبير. نعم. وهذا طبعا لم يكن للصدفة وإنما إذا أنت تنظر اليوم إلى مشوار اتحاد ألعاب القوى في مستهل هذا العام في بداية مشواره استطاع من الحصول على ميداليتين ذهبية في بطولة أتاكويا. نعم. ملتقى دولي في. نعم. اسطنبول. نعم. عن طريق رياض الدان حسين وياسر علي بعد ذلك جاءت بطولة الفجر الدولية استطاع من الحصول على 8 ميداليات 3 ذهب واثنان عفوا 2 ذهبية. نعم. وثلاثة فضة 3 برونز وهو ملتقى قوي أيضا كان قوي. نعم. جدا ثم جاءت البطولة العربية وسبقتها في بطولة العراق تحقيق 7-8 أرقام قياسية عراقية. طيب. هذا إنجاز أنا كبير. أنا سمعت يعني عندي هيك كلام مصني بأنه أنتم حتى هذه الميداليات السبع لم ترضي طموحكم كاتحاد. أنتم كنتم مخططين إلى أن تحرزون أكثر من هذا الرقم يعني حتى يصل إلى 11 وساما. يعني معنى أنه حتى أنتم حققتوا هذه النتيجة ليست بسقف طموحاتكم. نعم إحنا شوف أستاذ حسن إحنا منذ أن استلمنا الاتحاد العراقي من عام 2014 وضعنا استراتيجية أنه ما ننظر بعد إلى بطولات العرب. أصبح طموحنا كيف يرجع العراق إلى سابق عهده في بطولات الآسيوية. نعم. الحمد لله من 2014 ولحد هذه اللحظة لو نشاهد مشوار أو الكيرف التطور لرياضة العاب القوى في الإنجازات سنلاحظ بأنه على مستوى آسيا استطاع العراق من الحصول على ميداليات ملونة في فئة الناشئين والناشئات والشباب والشابات والمتقدمين والمتقدمات هذا إنجاز كبير. نعم. أصبح طموحنا أنه كيف يضع العراق تسلسله ضمن التأهيلي العالمي أو الستاندر العالمي اللي يضع الاتحاد الدولي. نعم. أيضا حققه وهذا إنجاز كبير. نعم. ولكن مثل ما بديت بداية الحديث أنه قلة التسليط الأضواء على الألعاب الفردية وخصوصا على ألعاب القوى اللي فات نذكر أنه أطلق عليه الاتحاد الذهبي. نعم. للسنة الخامسة أو في هذا العام السنة. نعم. السادسة من. نعم. قبل الشارع العراقي اللجنة الأولمبية العراقية هذا كله يؤثر في, في, في نفوس حتى اللاعبين المدربين. أكيد. من البصرة يعني نعود نمسي على المدرب هاني عبد ولي. أستاذ هاني إذا تسمعني يعني مصطفى داغر غاب عن هذه البطولة وحضرتك مدرب هذا البطل بفعالية رمي القرص اللي يعني حقيقة كان أحد المفاجآت المهمة بظهوره على مسرح الأحداث طيلة السنوات القليلة الماضية. الغياب كان لسبب قسري بسبب تعرضه إلى إصابة بليغة يعني اليوم يتعالج من جراها في إيران. تعتقد يعني غيابه كان مؤثر على نتائجنا في هذه البطوله؟ كان يمكن ان يضيف لنا وسام ذهبي اخر لرصيد العراق؟ لا صح مساء النور اخي العزيز. الحقيقه الرقم اللي حصل بالبطوله الاخيره 53 متر، مصطفى مستواه 60 متر، يعني وسام
يعني اكيد 100% لا غبار عليه. بس المشكله وين؟ المشكله مصطفى اصيب قبل شهر من البطوله، اعرضنا الامر على الاتحاد وعلى اللجنه الاولمبيه وعلى وزاره الشباب، حصلنا كتب من الاتحاد خاطب الاولمبيه بدون استجابه، وكذلك وزاره الشباب عن طريق الاخ الوكيل رساله عصام الديوان وايضا ماكو اي استجابه. بالرغم من انه حصلنا فيز من قطر عن طريق الدكتور ساطع انه مرحب بنا للعلاج في مستشفى سبيتار. الاسقاط بالحقيقه هي كذا، بس نتيجه عدم علاجها ضاعفت. الان مصطفى هسه اتصل عليه ورعا قال لي ساعد الطبيب يقول الاصابه ضاعفت نتيجه عدم العلاج. الاصابه صار لها شهر ونص، ما حد سال مصطفى سافر، ما حد سال انا عرضت بصراحه عرضت على الاتحاد. هسه انا بدي اسال الاستاذ زيدون، دكتور زيدون، شلون دبرتوا المبالغ الايفاد وسافرتوا الى البطوله العربيه؟ اكيد راح يقول لي من جيبي. انا طحت عليه فكره، قلت له 5 ملايين ورونا يا الاتحاد، حتى لو اسمع عندي اسمع عندكم، خلونا نسافر الى قطر حتى نلحق على البطوله العربيه ونلحق على البطوله الاسيويه. ماكو استجابه من الاطار صراحه، الاخوان خلوها على الاولمبيه، الاولمبيه ايضا قابلنا الاستاذ سامد ورحب وقال راح اطرحها باجتماع المكتب التنفيذي. نعم. المكتب التنفيذي عقد اجتماع يومين متتاليه، لا اصابه مصطفى ولا طرحها ولا اي شيء. متابعته وزاره الشباب ايضا ما حد استجاب. يعني بكل الصور ردت ان هي مصطفى هاي البطولتين، لانه دار البطوله في العالم اما ابد وسامر سامر مول مصطفى مستواه 60 متر. اللي اجى اول 53 متر مغربي، يعني هذا وسام راح يعني ضاع بالاضافه الى هسه الان قريبا بعدين لحق مستحيل نحن ايضا وسام مضمون بها. يعني هذه انا الان كان لي جوابني من اللجنه الاولمبيه من وزاره الشباب هي الاضمان لهذا الرياضي. هذا الرياضي حقق انجازات ومنتجات رائعه، وبطل شباب اسيا وبطل كمان مثلا ذهبيه. طيب احنا هنا استاذ هاني الاخيره استاذ هاني احنا هنا نتحدث عن بطل، مشروع بطل يمكن ان يقودنا حتى يعني ما نبالغ اذا ما قلنا بهذه الامكانات بهذه المواصفات يمكن ان يقودنا حتى الى وسام اولمبي، ليش لا؟ يعني اذا ما يعني كانت الرعايه وكان الاهتمام من كل المؤسسات. احنا اليوم ما فقط نلقي باللوم على اتحاد العاب القوى او على اللجنه الاولمبيه، كل المؤسسات يعني مؤسسات الحكومة اليوم اللي تعنى بالرياضة المفروض من نجد مواصفات مشروع بطل يمكن أن يقودنا إلى وسام أولمبي. بصراحة الكل لازم تتكاتف وتتعاضد الأدوار حتى ندفع به. اليوم يصاب ويلقى كل هذا الإهمال ويلقى كل هذا الإجحاف وهو بطل، يعني حققنا قريب كان من الميدالية الذهبية على مستوى آسيا، وايضا يعني شيء بشيء يذكر العديد من الابطال اللي مروا بهذه الظروف. يعني استذكر البطل رفع الاثقال كرار محمد صالح، هذا البطل اللي الحقيقه البطل المغوار اللي كان يمكن ايضا ان يقودنا الى 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 وسام اسيوي او حتى الى ابعد من ذلك. يعني الاصابه ابعدته اليوم عن الساحه وعن الواجهه، حقيقه امر يعني ملفت للنظر. يعني حتى ما عندنا بغض النظر نترك التخطيط أو نترك البرامج ونترك رؤيتنا للمستقبل، حتى ما عندنا يعني احنا اليوم شعور بالمواهب اللي يمكن أن تظهر أمام عيننا. هسه اكو مواهب اليوم ما حد يشوفها، ما حد يدري بيها، موجودة المواهب بس ما حد يشوفها، بس هسه اكو مواهب ظهرت للعيان، مفروض أن يأخذون بيدها ويقدموها، قدموا لها الدعم والإسناد والكثير مما يمكن أن يقودنا إلى تحقيق وسام. هذا السؤال اللي قادك أو هذه الاستفسارات هي اللي قادتك إلى أن تكتب مناشدة إلى دولة رئيس الوزراء، إلى وزارة الشباب والرياضة، مجلس النواب، الاهتمام بالألعاب الفردية والاهتمام بألعاب القوى اللي يمكن أن نتحقق إنه ما عجزت عن كرة القدم؟ طيب يا أستاذ حسن، يا اللي دفعتك يعني هسه العصر أنا كنت الاتحاد أقيم اختبارات بعض الفعاليات،
فسلمت على الأخ حسين أو العالي خطية، فسألته شين إنجازاتك وهذا، قال لي كذا وكذا، عندي 3 أوسمة وسامين آسيوية وعندي القيد. قال لي ما فد يوم واحد كربني بيت ألف دينار. زين هذا شون يعني؟ نعم. ومهمل يعني، حتى يمكن أكو ولد يمكن مو اختصاصه عالي يعني، ده يضرب الولد وخلاه ذاك اليوم طفر أحسن إنجاز يعني. هو يعني هذا طموح يعني مثل ما تفضلت مو يعني هذا لو مثل معد كامل، وهذا مثلا هو يا أخي هاي الدول اللي الاختصاص هاي مثل فعاليات الزانة وما زانة، هذول مثل حسين أبو العالي وبالمرتضى بالزانة الجسم يعني بالسفارات بمونات بالبروتوكول هاي اللي تعطوها بروتوكولات مع الدول. هذا يعني مشروع هذا البطل لهم. نعم. هذا نعم. البطل هو. احنا بالمناسبة احنا دولة مو قليلة مال، بس المال على الرياضي يتقتر، على الرياضي بالقطارة. لا 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 أرجوك ساتر، بس لا تقول يتقتر. يتقتر بس على الألعاب الفردية، بس على الألعاب الفردية. نعم نعم، بس على القدم هي طبعا مفتوح الخزان. مفتوح الخزان على الرياضي يعني. انا اتذكر الكشيف السوداني، نعم، غلبته بالدورة المدرسية 75 بالقاهرة. زين أنا راكض 3-4 فعاليات بيومين. نعم. وغلبته حتى قال لي أنت مو بشر، جيت أضربه يعني حقيقة يعني. نعم. زين بعدين لزمني فاهم على سؤالك، يقول لك أنت مو بشر. إجا راح وين راح؟ دزوا السودان لأمريكا. نعم. تدرب بأمريكا. نعم صار بطل عالم. زين. نعم. أنا شاركنا كأس العالم، هو طلع ولا انا بقيت منه. هذه مشكله. طيب المناشده مالتك شنو اللي تريد يعني توصل؟ يعني الدوله ولا هي جت يعني الحقيقه لزعلن على جونا نقمه مو نعمه يعني. نعم. فالمفروض الاهتمام بالالعاب الفرديه. اناشد نعم. مثل انت تقصد الحقب الماضيه وما وصلنا يعني. نعم. انا هسه مثل الاخ اياد بن يام مستشار السيد رئيس الوزراء. نعم. هو رجل ساحه ميدان، ايش غير القدم؟ نعم. زين مو انت يعني احنا كنا من الالعاب استاذ، السؤال هذا نفسه مال عبد الرحمن فليفر راح اي مو اقول لك انت بطل اسيا. لا استاذ تجهد للقدم لانه تهميش بلعبته. اقول لك انا لا مو تهميش، لا بالعكس يعني مثلا يعني ساعدنا الاخ عباس عليه وهم لاعب كره قدم. نعم. نائب منه حسن الكعبي هم نائب من، بس اهتمام بهاي الشريحه. نعم. يعني مو بس ساحه ميدان استاذ. قلت لك هسه لو جت المصارعه يتمرنون بالكاظميه وبساط رايح ما كل زين، الملاكمه ما اعرف يتمرنون دول وين يعني شوفوا مشردين. نعم. مشردين احنا ندري دكتور زيدون. يعني هم اجين ملعب 50 مليون مكان ما طيح اللاعب، بلدي اجر بي ملعب. نعم. يا استاذ حسن شلون هاي وين اكو شيء؟ ونريد يعني اتحاد العاب القوى مثل ما تفضل الدكتور زيدون. يعني هو الاتحاد الذهبي. نعم. مقر ما عنده قاعد بالبياع. هاي وين اكو شيء استاذ حسن؟ روح شوف مقر اتحاد داخل به. نعم. كره القدم وغير باقي الاتحادات. طيب خلي اسمع اجابه من يعني هذه ملاحظات كثيره نسمعها عن الاتحادات خصوصا هذا الاتحاد الذهبي مثل ما سميته. واليوم رؤيتكم وتخطيطكم الى ان يعني تدفعون اللعبه الى ابعد من ذلك، ابعد مما وصلنا اليه. طبعا بالنتيجه اللعبه تعاني حتى كيف. نكون منصفين ونتحدث بواقعيه، لانه مو هذا الشيء اللي كنا يراودنا بانه من لعبه العاب القوى ان نتحقق انه يعني كنا ننتظر بعد هذه السلسله من الابطال الذهب الكبار ان تتواصل الاجيال جيل بعد جيل، لكن اليوم تراجعنا. هل بسبب عدم قدرة الاتحاد على الرؤية وعلى التطوير على الخطط الاستراتيجية أم الظروف المحيطة بالرياضة بشكل عام هي ترتب ظلالها على الاتحاد؟ حقيقة أستاذ حسن إحنا الاستراتيجية اللي وضعناها منذ البداية بمشاركة العديد من الأبطال، مشاركة العديد من الأساتذة في مجال ألعاب القوى، كانت هدفها أنه كيفية عودة العراق الى المحطه الاسيويه. نعم. كيف نحقق الارقام العاليه التاهيليه العالمي، هاي كلها انجاز. نعم. ولكن ما توصلنا له والحمد لله وصلنا الى هدفنا، ولكن تقول لي قد النسبه؟ اقول لك يمكن 30-40%. هو هاي ال 40% خلتنا كاتحاد ذهبي، بس تقول انه هو هذا طموح الاتحاد، اقول لك لا، لسبب بسيط مثل ما قال استاذ عباس، احنا اتحاد ذهبي لا نملك مقرا خاص بالاتحاد العراقي لألعاب القوى. مو عجيبة هذه؟ طبعا اكيد عجيبة. يعني احنا المشكلة
كنا نتكلم مع رئيس الاتحاد دكتور طالب فيصل ومع الاخوان بالاتحاد قلنا لهم احنا العام القادم مقبلين انتوا يجيكم وفد عربي مثل ما يجي بالضبط وين يلتقي هو هذا الحديث اللي نعم سبقتني نعم قلت له احنا العام القادم مقبلين على استضافه بطوله غرب اسيا وهي بطوله دوليه حتكون في العراق اذا كانت الدول القادمه وضيوف الشرف من رؤساء الاتحاد وين راح اخليهم يجلسون كاستضافه اعرض لهم او اشوفهم مكان الاتحاد الاتحاد وين يتدرب الرياضيين يتدربون مقر الاتحاد ما عندنا قلت له شيء مخزي حقيقه معيب بحق الرياضه العاب القوى العراقيه وبقيه الاتحادات ايضا ولكن انا اليوم اتكلم عن العاب القوى العراقيه اذا في هذا السبب نرجع الى العامل الاساسي تعرف انت المال هو اعصاب الحياه اللي بدنا نصدم له في كل مشاركه في كل بطوله كانت نعم اللجنة الأولمبية بالفترة السابقة ما مقصرة بحدود ما تتوفر لدينا من تخصيصات مالية لا تلبي الطموح خلال الشهر الواحد يعني احنا ممكن نفقاتنا بالشهر الواحد تصل الى 80 90 مليون كنا نحصل على 50 40 35 60 70 مليون توصل بس ما تلبي الطموح اللي نتفاجئ الى نهاية الشهر ايضا كانت معها تزامن رواتب الاتحاد العراقي يعتبر ثاني اتحاد بعد كرة قدم يعطي أعلى قيمة رواتب حتيعمل قاعدة كبيرة الأمر اللي وصلنا لأنه إحنا من نخلص العامل الرياضي أو الموسم الرياضي ندخل على العامل القادم مكبلين بالديون يعني ممكن يوصل الدين بس من الملاحظات يعني مثل شلون اتحاد القدم مهمش أبطاله ومهمش اللاعبين السابقين والنجوم الكبار اتحاد صح وميدان اليوم أما تلقى ذيك الأسماء الكبار اللي خدمة اللعبة واللي كان لهم يعني بصراحة بصمة كبيرة في فعاليات الساحة وميدان شلون كلهم بعيدين عن الاتحاد يعني أنت اليوم تبحث عن فالح ناجي حسن كاظم ومهدي كاظم وعباس العيبي هاي كان فد مداخلة بسيطة مع الدكتور كان حديثنا العصر عن الدكتور على المشكلة ولو اكو مداخله بسيطه يعني على الملعب جاب على مقر الاتحاد احنا ملعب ما عندنا استاذ حسن يعني لو بقول لك يعني حاله يرثى لها نعم ابو الرمي وين تتمرن ممنوع تدرب ذاك اليوم انا جيت بطوله العراق مفتوحه هان عبد الوليد بيده وجبار قاسم يصبون السيسمه مال الرمي نعم جفره الرمي نعم زين هاي شنو زين تتردون النتائج والولد شو اسمه مصطفى داغر نعم زين شو راح يرمي وهاني وجبار يصبون الصبايا ماكو ملعب خاص طيب هو هذا الملعب مال وزاره الشباب خصصوا لي ساحه وميدان هسه شالوه الاخوان هسه انا اريدك تبتعد عن المجاملات انت شو تقول عن تهميش ابطال الساحه وميدان اكو تهميش لو ماكو موجود نعم مو هسه انتم بعيدين عن اللعبه بصراحه كابتن هسه تكلم الدكتور زيدون يجاوب تكلم الدكتور زيدون على الرواتب يعني هسه يمكن انا ما اعرف ايش قد يمكن اللاعب ياخذ له 300 و 400 المدرب ياخذ له 500 خلينا نرجع الواقع يعني هسه جبت باقي الالعاب كره القدم ايش قد ياخذ المدرب؟ عقده له 500 لو 600 مليون ومدرب ساحه ميدان ويجيب وسام ذهبي زين وثاني ابسط الاشياء يعني اللاعب ماله يروح المدرب ما يروح يا هاولك نعم يروح المدرب اللاعب يروح وجبار قاسم لاعب ماله يروح وجبار قاسم قاعد هنا هذا معظمكم معظم لاعبي الساحه ميدان اتجهتوا الى تدريب كره يعني حسن كاظم الرجل وينه عباس العيبي وينه فالح ناجي وينه 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 يقول لك ليش ما تشتغل اليوم لو موجودين انتم بالساحه كان تطورت العاب الساحه ميدان ليش لا دكتور انا الاستاذ حسن والله تمام حلفني البارحه رايح طالع طفل ركض ابوه لعقه شفت ستايل ماله عدا يصير هذا وابوه يركض وراه شحته يعني والله لا ومره واحد شفته يمنا التحدي وراح اتمرن نعم فشفته اسمراني على تردد وعلى شو اسمه جسم جيت عليه قلت له بابا ليش ما تجي ساحه ميدان؟ قال لي كابتن ابويا ما يقبل انا العب قدم طيب خلي ارجع للسؤال دكتور ليش هذا التهميش لأبطال الساحة؟ يعني يقول لك احنا لو موجودين كان يمكن ان نغير من واقع اللعب. استاذ حسن حقيقة يا استاذ عباس احنا ما مهمشين احد، باب الساحة والاتحاد العاب القوى مفتوح للجميع. نعم. واحنا في بداية كل موسم نضع خطة، نضع لجان لتطوير عمل الاتحاد من ضمنها لجان المدربين، لجان الخبراء او اللجان الاستشارية مفتوحة.
باب الاتحاد، ولكن في احدى السنوات احنا عملنا هذا الاجراء، عملنا على تشكيل لجنه، يعني كانت هنالك مجموعه من المتطلبات من الصعب انه نقدر نلبيها، واحده من عندها انه لازم حقيقه انه هو من يروح ويرجع الخبير او المستشار او الرياضي البطل يحتاج له الى اموال. المشكله قلنا نواجهها من فاتحنا اللجنه الاولمبيه، قالوا ماكو سياق عمل، بالتالي احنا اصبحنا في موقف محرج. كلمنا معهم قلنا لهم احنا يا بالسياسه مالتنا يعني حسب ما مربوطين بالجانب الهيكل الاداري او التنظيمي اللي تابع للمؤسسه اللجنه الاولمبيه، يعني خارج الضوابط، فراح يكون من الصعب انه نقدر نلبي لكم ما انتم تطمحون له، ولكن نبقى نستمر العمل. لهذا باب الاتحاد هو مفتوح للكل، والحما ما مهمشين احد ولا بعدين. ليش؟ استاذ فالح موجود، استاذ حسن كاظم موجود قريب من الاتحاد، شبيب داغر موجود، ما لهم ادوار يعني مؤثره بالمشهد. لا شوف استاذ حسن، يعني يدري استاذ عباس، هذول الابطال اللامعين اصبح امرهم كبير، مع احترامي لهم يعني من الصعب اليوم انه تلاقيه مثلا يرجع بعمره يقدر انه يدرب، يعني اليوم نستفاد من خبرتك كتوجيهات. بطل اليوم مثل عباس العابي ما يصلح اليوم ان يعمل في مجال الاداره؟ لا مو في مجال حتى اللجان الفنيه، اليوم انتم عندكم لجان؟ نعم موجوده. نعم استاذ عندنا لجان موجوده. نعم موجودين، يعني دكتور قاسم، دكتور شاكر. طيب قاسم وحسين. خلي اسمع وجهه نظر ايضا الكابتن المدرب هاني عبد الوليد، اعود لك من جديد الى البصره. استاذ هاني، يعني حقيقه من ينظر الى تاريخ اللعبه كالنظره الى تاريخ العراق، دائما الماضي اجمل من الحاضر. يعني ما الذي يمكن ان يتغير في واقع اللعبه لو كلكم تعاضدتوا انتم اليوم اسره هذه الالعاب وهذه الفعاليات وتواجدتم في اتحاد يعنى بها ويمكن ان تقدمون المشوره الفنيه والاداريه وتطورون من هذه اللعبه اللي تسمى عروس الالعاب؟ استاذ حسن، الحقيقه بصراحه ذو الخبره والاختصاص الأبطال الآسيويين هذا وجودهم ضروري ترى، بالإضافة إلى وهم أغلبهم أبطالنا ألعاب القوى، أغلبهم أكاديميين أساتذة بالجامعات وهم أبطال بنفس الوقت، يعني كان المفروض أن يشكلون لجان بالاتحاد المركزي، لجان فنية، لجان مدربين، التنسيق، لجنة المسابقات، ما موجودة هسه هذه اللجان كلها ما موجودة، وإذا وجدت يعني للأسف الأخوة بالاتحاد يضعون من هو بعيد عن اللعبة، يعني ما إلى بصمة قوية. يعني إحنا عندنا أبطال مثل الدكتور حسين أبو العالي، دكتور صريح، دكتور مهدي، دكتور ساطع، دكتور صبري، سعد عباس وآخرين، دكتور قاسم أبو العالي وآخرين، يعني ها دكتور جبار رحمة، الخبرة الرائعة الكبيرة هذه اللي استوردت معها الخليج، كان المفروض هسه الآن هو يخطط للاتحاد، يمتلك رؤى واسعة وكبيرة يمتلكها، ليش بعيد هذا؟ ليش بعيد؟ يعني بحاجة إلى إعادة، يعني إعادة نظر الأخوة بالاتحاد، أن يلملمون وضعهم، أن يشكلون لجان حقيقية لدفع اللعبة. بصراحة إحنا نمتلك ترى مواهب عالية جدا، لكنها تنقتل بالتدريب العشوائي، إحنا أجواءنا غير قاتلة للموهبة. يعني بصراحة بالنسبة لمصطفى على سبيل المثال، أغلب مدربين في أوروبا اللي احتكينا بهم خير المعسكرات أجمعوا أنه موهوب بإمكانياته، موهوب عمره صغير. يعني أحدهم قال لو هذا الرياضي تدرب في أجواء نفس اللي تدربون بها أبطال العالم، يقول خلال سنتين ما حد يغلبه بالعالم. يعني هذا لما أحكيها الآخرين يقول أنت غرد خارج السرب. أدري ليش إحنا الموهوب أو من ننقل كلام عن الموهوب برأي خبراء ما حد يأخذ به. صار لنا 60 سنة نبحث عنه. إلى متى؟ يعني هاي الألعاب الفردية أستاذ حسن، خليني أحكي لك، يعني هذا سؤال هذا أوجهه لكل خبراء العراق، كل خبراء العراق بدون استثناء. يعني إحنا هسه إذا أريد ننظر نقول من الأقرب للحصول على ميدالية أولمبية أو ميدالية عالمية؟ نعم. هل هو فرق كرة القدم أو الألعاب الفردية؟ مستحيل واحد يقول كرة القدم يقدر يحقق على مستوى العالم كأس العالم، مستحيل يقول أن يكون يحقق مثل ميدالية أولمبية. يعني هذه في حين نمتلك الآن هسه بالعراق إذا أرادوا يشخصون بصراحة 15 رياضي موهوب،
احنا في لعبتنا مصطفى كاظم داغر ومنتظر بالاضافه الى حسين واخرين. الالعاب الاخرى يعني 15 رياضي ممكن تطلعهم خلال سنه هسه مو اكثر، ممكن ثلاثه اربعه من عندهم ما يروحون كوتا، يروحون باستحقاقهم. نعم. بس شلون؟ برعايه علميه، بتوجيه صحيح، معسكرات رصينه، الصرف يعني جهد الدوله المفروض. نعم. بهالشكل. احنا بصراحه عانينا الاهمال، عانينا الاقصاء، بنفس الوقت اغلب اتحاداتنا ما تمتلك، ما عندها رؤى حقيقيه، متشبثه بالكراسي بدون استثناء، يعني ما راح احكي على اتحادنا، كل الاتحادات وخصوصا انتخاباتها لهذه السنه هي اجت مجرد ان تحافظ على مراكزها. طيب استاذ هاني، استاذ هاني اذا سمعتني، يعني احنا ما يكفي احنا صار لنا 60 سنه نبحث عن وسام وميداليه اولمبيه، احنا 1960 احرز لنا الراحل الخالد عبد الواحد عزيز ميداليه برونزيه برفع الاثقال، ومنذ ذلك الوقت وحتى الان يعني نريد نوصل الى عتبه الحصول على وسام اولمبي ما نقدر. كل هاي الناس اللي كانت تتحدث على مدى اكثر من نصف قرن من الزمن يغردون خارج السرب، يعني ما لقينا ناس اليوم تنظر، ناس تضع لنا نظريه، تضع لنا استراتيجيه، تضع لنا خطه حتى نوصل الى الوسام الاولمبي. دول كانت متخلفه عن العراق بمسافات طويله، الاردن وسوريا وحدث ولا حرج من هذه الدول العربية الشقيقة المحترمة، لكنها رياضيا كانت بعيدة عن العراق. اليوم كلها عندها سجل ذهبي أولمبي، كلها عندها سجل ميداليات متنوعة، إلا العراق شيء غريب. مع هذه الثورة، مع هذه الأموال الكبيرة التي تصرف على الرياضة، البعض يقول لك نعم كما أشار الكابتن عباس العيبي على الرياضة، من توصل للرياضي تصبح بالقطارة، بس الأمور خارج يعني إطار الألعاب الفردية، يعني الخزائن مفتوحة وللإدارات وللسفرات وللمغانم وللمكتسبات، كلها الناس تحمل وتشيل بس لن توصل للرياضي. أستاذ حسن إذا تسمح لي بس خلي أسمع تعليق من الأستاذ هاني. أي تفضل. أستاذ حسن بصراحة جميع هاي الدول اللي عديتها هذه مو جهودها، هي قدمت المال، قدمت المعونة، بس أغلبهم اعتمدوا على خبراء أجانب من دول لها باع كبير في الألعاب. على سبيل المثال خلينا نحكي على ألعاب القوى، أغلب دول الخليج اعتمدت على أمريكا، شركات أمريكية في التدريب نزلت من 77، ويتذكر كابتن عباس بال 77 الامريكان والبلجيك نزلوا بطولة الخليج بالعام 77 السعودية للتدريب، من خلالها صارت ثورة بالتطور. احنا بقينا نراوح لانه نعمل بالقوة، وهم اشتغلوا بالعلم والفن وتطوروا بحيث نص موهوب خليجي يتفوق على موهوب عراقي، لأن الموهوب العراقي يتدرب وفق إمكانيات المدرب العراقي البسيطة اللي فينا روحه بملعب الشعب يتدرب من الصبح لليل وبدون معسكرات رصينة، بدون تغذية، بدون طب رياضي، بدون علوم أخرى. هذه إحنا نعاني من عتها بصراحة، ولا يصير عندنا رياضي أولمبي إذا نعتمد على الجهد الفني العراقي، لأنه ما عندنا قاعدة، ما عندنا قاعدة صحيحة. نعم. بالإضافة إلى الدولة ما تؤمن بصرف مبالغ كبيرة على الألعاب الفردية، ما عندها استعداد تصرف على فريق كرة قدم يسافر لبطولة وهمية، بطولة غير معترف بها، يصرف له 5 ملايين دولار ولا يصرف على. بس أستاذ هاني بس استدراك، استدراك. نعم. ترى هذا مو شغل الدولة، مو شغل الحكومة، هذا شغل المؤسسات الرياضية، هي عارف تعرف وين تصرف، وين مواضع الصرف. يعني اليوم لو أكو ناس عندها فكر رياضي عالي وتعتقد بأنه بطل مثل مصطفى داغر يجيب لنا وسام أولمبي، تصرف له وتوفر له معسكرات وتوفر له الجهد اللي يخليه يوصل إلى الوسام الأولمبي، وما تصرف له على 30 واحد يمثلون وفد كرة قدم يروحون يشاركون بالأولمبياد. فكر هو مو يعني هذا مو جهد دولة. استاذ حسن، استاذ حسن، نعم، هذا من اقول لك جهد دولة، يعني مسؤول بالمؤسسة الرياضية، نعم، من يروح للمسؤول التنفيذي
ويتكلم وياه بخصوص كرة القدم، ذاك يقوم صلوات على فريق كرة القدم. طيب. كأنما هو اللي راح يجيب لهم الميداليات والكؤوس وكذا. خلي اسمع يعني تعليق. أنا هاي السنة العب وسال الحسن. نعم. خلينا بس. نعم. السنة من خلال حصول مصطفى على الميدالية الفضية وكذلك الإخوان برفع الأثقال. اسمعنا على اساس رئيس الوزراء راح يكرم 50 مليون وقطعه ارض ومن زياده العراق للاسف يعني ابد ولا كانما يعني كان في وقتها رئيس الوزراء حيدر العباد. نعم. ابدا ماكو لا تقييم ولا تكريم ولا اي شيء، في حين لو كره القدم فائزه يتذكر، خليني اذكر بطلنا عباس العابد من حصلوا اوسمه ذهبيه عام 78. نعم. يمكن كرموهم طباخ بطانية يقول لك بطانية فتح باشي. هاي البطانية فتح باشي مال 77 ما حصلنا على 11 وسام ذهبي. نعم. وقابلنا بشهر فريق شباب آسيا قدم سيارات حصل على ميدالية المركز الأول وطوم سيارات في حين ثلاث أرباع مزورين. صحيح صحيح. وكل تلعب العراقيين. طيب وراها المنتخب العسكري وإحنا وراها. واضحة الفكرة أستاذ هاني. خلي أسمع منك تعليق تتعلق وقاطعتك. أستاذ حسن، أنا من خلال الحديث اللي دا ما أعرف يعني قد يكون يعني افتهمت الموضوع يعني انا من جانبي خطا. هل انه اتحاد العاب القوه هو مو صاحب انجازات خلال هاي الفتره اللي تحققت؟ هل انه احنا ما شاركنا مجموعه من الخبراء او ما شكلنا او ما موجودين مثل ما يتكلم اذا اسمع الكلام انه احنا ماكو؟ هذا الحكي مع احترامي للموجودين هذا مو صحيح. كل الموجودين مشترك بالعمليه السياسيه بالعفو العمليه الرياضيه يعني استاذ هاني عبد وليد اخو صديق عزيز واحد من الرياضيين الابطال اللامعين الان يشرف على تدريب مصطفى كاظم داغل، احنا يعني هو الرجل مشرف عليه هو ايضا يعني هو قد يكون هو فاته يعني اضم صوتي لصوته في معسكرات اللي تقيمت استعدادا لدوره الالعاب الاسيويه في جاكرتا اللي تقيمت في بيلاروسيا هو اللي تكفل بصرف هذه المبالغ. نعم. ولحد الان ما مستلمها. تمام. المعسكرات التي اقيمت لجميع الالعاب الفعاليات الرياضيه بالعاب القوه في السنوات السابقه كانت على عاتق الاتحاد. الاتحاد يعني انا ما اقول انا كشخص كمين مالي دكتور زيدون انه على عاتقي، يمكن قد تكون سمعت مشاركات العراق، اضرب لك مثل في عام 2016 كل مشاركات العراق الخارجيه في بطولات العرب واسيا والعالم والملتقيات التي حدثت كلها كانت على يعني كنت انا اوفر الاموال بمساعده اخواني او اوفر اموال. هذا انا اسمع، هو هاي النقطه الثانيه اسمعها انه انت توفر الاموال. ليش؟ انا اقول لك ليش احنا كنا في صراع مع الاشخاص السابقين في الاتحاد لانه كانت العمليه انه تحدي اكون او لا اكون. نعم. ليش؟ الفتره اللي سابقه قبل 2010 و2010 حتى 2012 كانت ميزانيه الاتحاد مليار و400 مليار و مليار و200 توصل الى مليار و400. كنت انت اليوم تقدم الافاد مالتك الى اللجنه الاولمبيه في 2010 مثلا يوم الاحد يوم الاربعاء انت مستلم المبلغ نقد. نعم. وتروح تشارك بوجود الاموال. احنا من 2015 ولحد الان. نعم. ولا مشاركة خارجية. طيب. أقيمت تستلم الأموال اللي قدام، لهذا كنا في تحدي. كل السفرات تصرف. كل الإفادات. لا لا. أضرب لك مثل في 2016 انتهى الموسم الرياضي دخلنا على 2017 الاتحاد كان مكبل ب 311 مليون دين في تلبية مشاركات جميع. كانت مو أقول لك أنا أبو التذاكر الرجل أيضا كان شخص رياضي. طيب بهذا الوضع اللي حضرتك استلمناها مو استلمناها. أنا أقصد بهذا الوضع الأولمبية ما تسأل ما تقول هذا الوضع أنا أقدر أسمي وضع شاذ يعني اتحاد ويعنى بألعاب مهمة مطلوب أو الأمين المالي الاتحاد هو اللي يصرف. أستاذ حسن شوف أحكي لك واقع. احنا كان ممكن والان ما نسمع في بعض الاحيان من قبل مجموعه من الرياضيين او المدربين. نعم. اللي ما يترشح. نعم. لانه احنا تجي اختبارات انا عندي لعبه رقميه. نعم. اللي يحقق الرقم اللي اريده يروح يترشح مقارنه بالارقام العربيه. لا لعبه ترفع. اللي ما يترشح يقول انت اذا ما عندك فلوس شارك. انا مو هذا طموحي، انا اذا على هذا الكلام معناها لا اقيم بطوله العراق. نعم. ولا بطوله عراق ولا اشارك في اي بطوله خارجيه. طيب.
الآن أيضا شوف أستاذ حسن، أنا ما أذب الكرة في ملعب الأولمبية، مو كون إنهم مؤسسة تابعة عليها بالفترة السابقة والفترة الحالية، الأولمبية أيضا التقشف اللي ضرب الرياضة العراقية أثر عليها، يعني من الأولمبية كانت تستلم في السنوات السابقة 5 مليار أو 4 مليار شهريا، الآن تصل 1.5 مليار أو 2 مليار، طبعا الجزء الأكبر من حصة كرة القدم. نعم. تلبي الاحتياجات بفئات احنا كنا كانت يعني لحصة كبيره مو كبيره. نعم. بس من تجي الى نهايه السنه، من تجي انت ميزانيتك رسميه 905 من مليار و200 اصبحت 905 او مليار 400 حقيقه، 905 من تجي ايش قد مستلم منها بالفعل؟ بالفعل تستلم منها 700. انت مطلوب اصلا تلقى 200 يعني من السنه السابقه، راح تطب على السنه اللي بعدها تاخذ ال 200، ايش قد بقت ميزانيتك من بقت 500؟ يعني ايضا راح تطب على دين وهكذا. قلت لك احنا من خلصت 2016 طبت 311 مليون. فلهذا انا استاذ حسن عفوا لو اقطع سالفتك، لهذا احنا الاتحاد العراقي لألعاب القوى الاتحاد الوحيد اللي ما تخلى عن اي مشاركه خارجيه على مدار 14 من 2014 على مدار 6 سنوات أو 5 سنوات الا باستثناء اللهم لظرف طارئ وحده او اثنين. نعم. قد يكون ما حصلنا. طيب. الفيزا وغيرها وغيرها. طيب دائما الحديث عن العاصمه بغداد وشكواها من عدم توفر ملاعب مهمه تستوعب ان كان مباراه كره القدم وكل الفعاليات الرياضيه. اليوم استبشرنا خيرا بقرب افتتاح ملعب الحبيبية ودخوله إلى الخدمة. دعونا نشاهد ما الذي صرح به المدير الإقليمي للشركة المنفذة لملعب الحبيبية، ولدينا تعليق فيما يرتبط بالملاعب التخصصية لملاعب الساحة وميدان أو ملاعب ألعاب القوى، هذه المنتشرة في كل العالم اليوم إلا العراق يفتقد إلى الملاعب اللي من المفترض أن تكون مهيئة لاستقبال فعاليات الساحة وميدان أو ألعاب القوى. دعونا نشاهد ما الذي قاله سيد فلاح منفي المدير الإقليمي للملعب ملعب الحبيبية. نشاهد. الطبقة الأولى اللي هي من البحص، البحص هو خلينا نقول شوية الخشن اللي كان ارتفاعه 10 سنتيم. الطبقة الثانية البحص الناعم جدا اللي بارتفاع 5 سنتيم، هذا يساعد على مود البزل وتجميع المي من خلاله. الطبقة الثالثة اللي هي رمل قليل خشن بارتفاع 20 سنتيمتر. الطبقة الأخيرة اللي هي الرمل الناعم جدا بارتفاع 10 سنتيمات. بعد ذلك رش الساحة، حدل بشكل جيد، وبعد الفرش استعملنا 3 أنواع من السماد الكيميائي الخاص للملاعب. بعد ذلك مثل ما تشوفون، يعني قبل أن نسيت أقول لكم عندنا 35 مرشة من الأساسات، هذه احنا ركبناها كهرباء ومي ومرشات من ريمبيرت الأمريكية، بس الستايل مالتها والبواري والهذه الاكسسوارات كلها هي من إيطاليا، من شركة ميكسو الإيطالية. الثيل مالتنا انا اريد اوصل يعني معلومه للعالم كله، خاصه الاخوان العراقيين. اخوان، عوف القديم، الستايل القديم انتهى، احنا ما نريد نشلب بشيء قديم، نبقى على القديم قديم قديم. الموديل الحديث، ملاعب العالم الحديثه كلها بعصات ميكس، بعد ماكو، هاي هو نوع هايبرد فقط، بعد ماكو والله اجيب طين اجيب زميج وازرع عليه، يا ابا شنو دائم الخضره؟ هذا غلط. ما عندي بعد دائم الخضره، ما اعرف شنو هذا سوالف مال ذول المحلات اهل الزراعيين، ماكو هذا الشيء. هسه اللي ماشي دول العالم، دول اوروبا كلها ميكس. ليش يستعمل لك ميكس؟ ميكس يحافظ على النبته، ميكس يحاول بانه يرغم النبته بانه الجذر مالتها يبقى داخل جوه داخل التربه مالته، يعني بحيث يدور على المي. هذا واحد. بعد ما عندنا زميج عندنا لازم رمل، فالميكس عندنا هذا من شركه ميكسولي طاي، مثل ما هي نفس الشركه برشلونه، ريال، سان سيرو، سان بيترسبورغ، اتلتيك بلباو، كل الملاعب، اكثر الملاعب بعد صارت، بعد ماكو بعد يعني فقط ثيل وحبيبات. مثل اوكي غالي ما يخالف، بس هذا يحافظ لك يعطيك نتيجة بالمستقبل، حتى بالمستقبل بعد ما تنشال. طبعا هذا حديث عفوا للسيد فلاح منفي بشأن فرش أرضية ملعب الحبيبية، كما شاهدنا هذا ثيل اصطناعي، لكن يعني من المفترض أنه بعد أسبوع
أو 5 أيام يتم نثر البذور اللي يعني تخرج لنا نجيل طبيعي يتم تلاقحه مع الثيل الاصطناعي، وكما هي اليوم ملاعب العالم كما تحدث السيد فلاح من في هذا المكس اللي يمكن أن يكون بين النجيل الطبيعي والنجيل الاصطناعي، هذا يعني يواجه الظروف الجوية إن كان حرارة أو إن كان برودة، ويقضي على الكثير من الأمور اللي تتعلق بصفار الملاعب، صفار الثيل اللي نشاهده الملاعب اللي خلال موسم الشتاء. إذن يعني ما يتم الآن فرشة في ملعب الحبيبية هذا النجيل الاصطناعي اللي شاهدناه، وراح يعقبه نثر بذور للنجيل الطبيعي ويتلاقح الصناعي والبذور النجيل الطبيعي لأن شاهد ملعب يعني حقيقة يسر الناظرين كما يقال. لكن ملاحظة يعني بهذه الملاعب الآن اللي بدأت تنتشر إن كان في المدن أو في العاصمة بغداد، عندنا ملعب الزوراء، عندنا ملعب الحبيبية، عندنا أيضا ملعب التاجيات، ملعب الشعب الوحيد اللي يحتوي على مضمار لألعاب الساحة وميدان، يعني أمر غريب، ماكو مسؤول رياضي يفكر بأن هذه اللعبة اللي يريد منها أوسمة ويريد منها تتطور ويريد منها وسام أولمبي. اليوم ما عندنا ملعب تخصصي، ما عندنا ملعب أن يمارس عليه أو تكون الفعاليات والسباقات على هذا المضمار، المضمار اللي من المفترض أن تكون أرضيته صالحة للركض، مو مثل قبل زمان عباس العيبي والرياضيين الأبطال كانوا يركضون يمكن على التراب وعلى الحصو. اليوم الملعب الوحيد اللي بمضمار هو ملعب الشعب، ويعني يصعب على ممنوع دخوله على كلام الكابتن عباس العيبي، يعني ماكو بفكر المسؤولين ان يسوون لنا ملاعب تخصصيه. هذا التهميش الحقيقي لالعاب القوى. نعم. هذا التهميش الحقيقي لالعاب القوى. نعم. يعني هسه مثل ما تفضلت انت كل المنشآت الجديده ما بيها مضمار ساحه وميدان. نعم. فهذا التهميش الحقيقي، فليش مو على الدوله ان تبني مضمار خاص بالساحه وميدان؟ نعم. وطبعا هناك بالمناسبه يعني الملاعب اللي التخصصيه لالعاب الساحه وميدان اكو قسم مكشوفه واكو قسم مغلقه، وكل وحده لها خصوصيتها ولها مميزاتها بالنسبه للاركاض والسباقات. كاتحاد ما قدمتوا مقترح بانه انتم يا ناس يا معنيين يا اعلام يا مؤسسات رياضيه من الطالبون هذه اللعبه بانجازات واوسمه، على الاقل توفروا لنا يعني ملاعب، حتى ملاعب تدريب انتم ما عندكم لولا وزاره الشباب والرياضه. صح استاذ حسن، احنا حقيقه مو مناشدنا، احنا ما بقينا باب ما طرقناه. نعم. في لغرض اقامه ملعب تخصصي لالعاب القوى ابتداء من عام 2014 ولحد العام الماضي ولحد بدايه هذا العام حقيقه. نعم. احنا طلبنا من الجهات المختصه، طلبنا من امانه بغداد بتوفير قطعه ارض او ايجاد قطعه ارض لاحالتها الى مستثمر، اكو مستثمرين قالوا احنا ما عندنا مشكله. انا ما اخفيك احنا في عام 2014 بعلاقات الرئيس الاتحاد الدكتور طالب فيصل كون يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الاسيوي، استطاع من استحصال موافقه الامير نواف اللي هو يعتبر احد رئيس الاتحاد السعودي في حينها واحد وعضو الاتحاد الدولي، كان هناك تمويل لانشاء ملعب تخصصي بالعاب القوى في العراق. نعم. بشرط ان تتوفر الاراضي الخاصه اللي تكون عائديتها الى الاتحاد العاب القوى. نعم. ولكن من بحثنا ما وجدنا، بعد ذلك التجئنا بعد امانه بغداد، التجئنا الى محافظه بغداد. الى مجلس محافظه بغداد، صعدنا بعد ذلك الى دائره البلديات، بعدين صعدنا الى عقارات الدولة. زين اكو ناس يعني تجي وتلعب وتمارس وتركب وتشارك بسباقات. والله شوف استاذ حسن، شوف استاذ حسن، انا دائما احكيها. نعم. الانجاز الحقيقي اللي قاعد ينصنع الان صنيعة المدرب والرياضي. نعم. الاتحاد بما يتوفر من امكانيات بسيطه اقول لك يا حقيقه. نعم. انا عضو اتحاد ومفروض اني ما اروح الاتجاه. لا حقيقه. نعم. بما يتوفر من امكانيات بسيطه وانت تكلمت. نعم. تكبيل بالديون وتوفير ومن اموال. يعني حقيقه هذا الانجاز يحسب. نعم. الى الرياضي والمدرب في ظل الظروف البيئيه، الظروف الاجتماعية، الظروف. نعم. الاقتصادية. نعم. في كل الأجواء اللي محيطة بالرياضي. نعم. احنا كنا بداية هذا العام، احنا قلت لك مقبلين العام القادم على استضافة بطولة. نعم. غرب آسيا. أوكي. بطولة غرب آسيا بطولة مهمة جدا في العراق، عرضنا مشروع على معالي وزير الشباب والرياضة. طيب. في إعادة تأهيل ملعب الشعب الدولي أو تأهيل ملعب الوزارة، هذا مهم. دكتور زيدون، يعني حقيقة الحديث عن لعبة الساحة وميدان أو عروس الألعاب طويل وشائك، يحتاج أو أم الألعاب يحتاج إلى حلقات وحلقات. أختم برسالة من المدرب فاضل الهلالي، مدرب البطل منتظر فالح، طبعا قافز الزانة اللي حصل على ميدالية ذهبية، يقول
تحية لضيوفك الكرام الدكتور زيدون والعداء الذهبي عباس العيبي. الألعاب الفردية متجهة نحو الانقراض، الألعاب الجماعية لها عقود وعقود عالية، أما الألعاب الفردية يعيشون على الرواتب التي تعتبر أقل من القليل. صح. للاتحاد وللأندية تستطيع أن تتبنى بطل أولمبي، نحتاج إلى إمكانيات دولة. شكرا جزيلا للمدرب فاضل الهلالي. في الختام لا سعني إلا أن توجه بالشكر الجزيل لضيوف الأكارم. بس أخذ من وقتك دقيقة، يعني فاتني أن أذكر الأخوان النادي الوحيد. نعم. يعني أو المؤسسة الوحيدة نادي الجيش. هو ختمها يقول لولا نادي الجيش ونادي الشرطة لأصبحت ألعاب. نادي الجيش بالذات أستاذ. نعم. وعلى رأسهم الأخوان هو الإدارية، يعني احتضنوا اللاعبين القدماء. نعم. مثلي وامثالي وفالح ناجي وشيبدار. طيب. والوحيد اللي يرفض ألعاب القوى هو الوطني. نشكر الأخ رئيس الإدارية الرياض، يفوتني اسمه ذكر أبوه، والأخ اللواء محمد عبود، والأخ ياسين، والأخ عمار، والأخ إسامة. يعني لولا هذول يعني ساحة وميدان والشرطة ما موجودة بالعراق نهائي. جزيلا للبطل الذهبي عباس العيبي. شكرا لكم. على كل التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور زيدون جواد، أيضا أتمنى لك التوفيق لأن المالك على العرب. الشكر موصول إلى المدرب هاني عبد وليد، وافانا عبر سكايب من مدينة البصرة. الشكر موصول لكم أحبتي على حسن المشاهدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، تحيات زميل المخرج علي عبد الكريم، تحياتي أنا في الإعداد والتقديم حسن عيال. آمل أن نلتقيكم يوم غد ذات التوقيت. حتى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.